صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن نفسي أو أحج عن والدي المتوفى والذي قد سبق له الحج؟ إذا كنت حججت عن نفسك حجة الإسلام فالمناسب أنك تؤدي الحجة نافلة عن نفسك أول شيء بعد الفريضة، نافلة بعد الفريضة، ثم بعد ذلك تحج عن أبيك.